واش نقول لك انا بيرسونيلمون والله ما قدرت نتفرج ما قدرتش نشوفهم اللي داري مينيت غمضت عينيا بصح الحمد لله والله سجدت كي تكالي فيها وغسجدت هنا في السطات جدد الحمد لله ربي الحمد لله ربي اهدي الفوز الى ابني انس وبنتي ايا ومبروك على الجزائريين الكل الحمد لله اللي تاهلنا للدور 16 اول مره في التاريخ وان شاء الله نعاودوها مع الالمان ونفوزوا عليهم ان شاء الله 2-1 ونهديها للشعب الجزائري والامه العربيه كما ان شاء الله في